حسام حسن في اليمين يوجه محمد اشرف، مطاردة لسه مستمرة، اعاد الكرة الى اكيب السريع المبدع المهاري، يعدي يمرر، هوبا الله الله، عملها بلدية المحلة. هل من رد ويكون سريع؟ هل من رد ويكون سريع؟ كما انت مبدع ورائع وجميل، بل وبديع بطريقة بديعة بطريقة رائعة وجميلة. مع الدقيقة 26 لم يتأخر حسام أشرف في الرد، مثلما كان الرد سريع من زيكو على هدف تقدم بلدية المحلة. لكن الأجمل ولكن الأروع ولكن الأخطر ولكن الأمهر هو اللاعب فابيو فافور أكيم النيجيري صاحب ال 19 سنة، يفوت من واحد يمر من الثاني، هرب من الثالث، حطها بين الدفاعات والشبكة تستقبل فرحة تانية لبلدية المحلة. بذكاء حسام أشرف مثلما سجل في مرمى المقاولون في مرمى الذئاب.